للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام. أستاذ جميل، بعد التحية، يعني هناك الكثير من الملفات التي تابعناها، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي جمع بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيف مصر الرئيس الألماني. قراءتك لأبرز هذه الملفات التي تحدثت بشكل أساسي عن العلاقات الثنائية المصرية الألمانية، وأيضا الكثير من القضايا الخاصة بالتوترات في المنطقة بشكل كامل. في البداية طبعا مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. طبعا هي في البداية طبعا هي زيارة مهمة جدا من الرئيس الألماني إلى القاهرة، وفي توقيت أيضا في غاية الأهمية وغاية الصعوبة كما نعلم. طبعا من أهم الملفات طبعا كما جاء في المؤتمر الصحفي هو ملف ما يحدث في قطاع غزة والدور المصري والدور الألماني خلال المرحلة الماضية من أجل تهدئة الأوضاع والوصول إلى حل سريع ووقف فوري للعمليات العسكرية، وهو ده اللي بتأكد عليه الدولة المصرية منذ اليوم الأول، الوقف الفوري للعمليات العسكرية ودخول أكبر قدر من المساعدات وعدم تصفية القضية الفلسطينية وحل القضية بإقامة دولة على حدود 4 مليون و67، ودي أهم نقطة. طبعا احنا عارفين ان من يوم 7 اكتوبر حتى الان كان في دور مهم جدا للدولة المصرية في تغيير المفاهيم الدولية. صحيح. وكان في لقاء مهم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشار الالماني في شهر اكتوبر الماضي، وكانت الرؤية المصرية واضحة جدا بعدم تصفية القضية الفلسطينية ووضع خطوط حمراء امام عمليات التهجير وشرح وافي لما يحدث في قطاع غزة من أن ما يحدث ليس دفاعا عن النفس كما يؤكد نتنياهو، ولكن هي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وتنفيذ جرائم الحرب التي ينفذها بنيامين نتنياهو. طبعا خلال هذه الفترة كان هناك اتصالات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة الألمانية من أجل الضغط على إسرائيل بشكل مباشر، وأيضا الضغط على الدول الاتحاد الأوروبي من أجل الضغط على نتنياهو لوقف العمليات العسكرية فورا وإنفاذ أكبر قدر من المساعدات. فطبعا هذه الزيارة بتأتي أيضا في توحيد المفاهيم بين مصر وألمانيا، وهناك تطابق في وجهات النظر بالعمل على الوقف الفوري للعمليات العسكرية. من المعروف طبعا أن ألمانيا من الدول الهامة جدا والدول الفاعلة في الدول الاتحاد الأوروبي، وأنها قادرة على التأثير على أغلب دول الاتحاد الأوروبي من أجل تنفيذ قرارات حاسمة لوقف العمليات العسكرية والضغط على نتنياهو في الوقت الحالي. طبعا في مجالات أخرى عديدة طبعا تم النقاش فيها، اللي هو أهمها طبعا الملف الاقتصادي والعلاقات الاقتصادية بين الدولتين، وده في غاية الأهمية لأن منذ عام 2014 وألمانيا شريك أساسي في التنمية الشاملة داخل الدولة المصرية من خلال طبعا الطاقة والشركات الألمانية مثل شركة سيمنز والدور الكبير الذي قامت به خلال المرحلة الماضية من أجل طبعا إنشاء محطات الكهرباء في كل محافظات الجمهورية. وكذلك أيضا تحدث الرئيس الألماني أيضا عن التجربة الألمانية في المشاركة في مشروعات السكك الحديدية، في تحديث السكك الحديدية بشكل كبير، وأنه يعني ذلك بيمثل يعني إضافة كبيرة بالنسبة لألمانيا أن تكون لها مشاركة ومساهمة في هذه المشروعات، بالإضافة أيضا إلى التقدير المستمر والمتواصل من قبل ألمانيا لمشروعات القومية وجودة البنية التحتية حاليا في المشروعات التي تتحقق في مختلف محافظات الجمهورية. عايز أسأل حضرتك أنه في ضوء هذه المعطيات أستاذ جميل عفيفي، ونحن نتحدث عن الشق الاقتصادي، كيف يمكن ذلك أن يجذب المزيد من الاستثمارات، أن تكون هناك فرص استثمارية واعدة أكبر خلال الفترة القادمة على المستويين المصري وأيضا الألماني؟ هو بالتأكيد طبعا أن مصر أصبح لديها بنية أساسية تحتية قوية جدا لجذب الاستثمارات ولجذب المزيد من رجال الأعمال والشركات الألمانية خلال المرحلة المقبلة. زي ما قلت لحضرتك أن كان لي في ألمانيا كان ليها دور مهم جدا في عملية التنمية الشاملة داخل الدولة المصرية من خلال الكهرباء، من خلال سكك الحديد، من خلال المشروعات الكبرى. طبعا في الوقت الحالي في رغبة حقيقية من ألمانيا والشركات الألمانية في التعاون مع مصر في عملية الطاقة الجديدة
والمتجددة مثل طاقة الهيدروجين الأخضر وأيضا طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وأصبحت مصر لها اتجاه كبير في عملية الاقتصاد الأخضر والاستخدام الطاقة الجديدة والطاقة المتجددة. فأعتقد أن التعاون بين مصر وألمانيا في هذا الإطار من خلال جذب الشركات الألمانية إلى مصر في الوقت الحالي ده نقطة في غاية الأهمية ونقطة يعني بترغب فيها ألمانيا وبالتأكيد ترغب فيها الدولة المصرية في الوقت الحالي. طبعا هناك مشروعات عديدة في المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، في المشروعات القومية اللي بتتم في الوقت الحالي. معروف طبعا أن ألمانيا تمتلك قدرات طبعا كبيرة جدا في مجال الصناعات الثقيلة ونقل التكنولوجيا وتوطينها داخل الدولة المصرية، ده من الأشياء المهمة. النقطة المهمة أيضا هو التعاون العسكري بين مصر وألمانيا والصناعات العسكرية ونقل الخبرة والصناعات العسكرية إلى الدولة المصرية ونقل التكنولوجيا. من المعروف طبعا ألمانيا كان ليها أو مصر تعاقدت مع ألمانيا على الفرقات الألمانية وأربع غواصات قدرت أن هي ترفع من تصنيف القوات البحرية المصرية بشكل كبير جدا. فالمرحلة المقبلة بالتأكيد هو الصناعات المشتركة في مجال العسكري بين مصر وألمانيا ونقل هذه الخبرة ونقل التكنولوجيا إلى الدولة المصرية. كل ده بيفيد بالتأكيد الطرفين بشكل كبير جدا مع زيادة التبادل التجاري بين الدولتين. طيب أستاذ جميل عفيفي، أيضا من ضمن الملفات المهمة جدا التي تحدث عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأيضا الرئيس الألماني شتاينماير هو التعاون في المجال الثقافي، في مجال التعليم بشكل خاص، وأنه في إشادة الحقيقة بمستوى المؤسسات التعليمية الألمانية الموجودة هنا في مصر سواء على مستوى الجامعات وعلى مستوى المدارس. وحتى أيضا يعني تحدث الرئيس الألماني عن من يتحدثون أو من يتعلمون اللغة الألمانية، أن عددهم زاد جدا من المصريين، وبالتالي هناك تعاون وهناك أيضا اتفاقية سوف توقع في هذا المجال تحديدا في مجال التعليم العالي. إذن تعاون ثقافي في مجال التعليم واسع النطاق بين مصر وألمانيا، قراءتك لهذا الملف تحديدا؟ هو طبعا ملف التعليم من الملفات المهمة بالنسبة للدولة المصرية في الوقت الحالي، ومصر منفتحة على كل الدول والمدارس العالمية في مجال التعليم في الوقت الحالي. فبالتأكيد طبعا ألمانيا لها دور مهم جدا داخل الدولة المصرية، ومصر تستفيد بشكل كبير من الجامعات الألمانية ونظام التعليم الألماني. هناك العديد من المدارس الألمانية والتجربة الألمانية تم نقلها إلى الدولة المصرية، وأيضا الجامعات مصر أيضا بتستفيد من التكنولوجيا الحديثة أو التعليم في مجال التكنولوجيا الحديثة في من الجانب الألماني. مصر أنشأت 17 جامعة تكنولوجية خلال السنوات الماضية من أجل طبعا تخريج جيل جديد قادر على مواكبة التطوير والتحديث والعلم الحديث وما يتطلبه طبعا سوق العمل خلال الفترة الحالية. فطبعا الاهتمام أيضا بنقل التجربة الألمانية في مجال التعليم في غاية الأهمية خلال الفترة المقبلة. وأيضا في الفترة الحالية مصر بتسعى بشكل كبير إلى الاستفادة من التجربة الألمانية في مجال التعليم، وده اللي أكد عليه طبعا الرئيس الألماني في وأشاد أيضا بالتجربة الألمانية في نقل الخبرة ومش في التعليم الأساسي أو التعليم الجامعي، ولكن أيضا التعليم الفني. مصر بتستفيد بشكل كبير من التعليم الفني في من الجانب الألماني. نعم، أشكرك جزيل الشكر أستاذ جميل عفيفي، شكرا على هذه المشاركة.